اهلا بيكم. النهارده هنراجع مع بعض دروس شهر اكتوبر عشان نستعد للاختبار. يلا بينا نبتدي. مجهزين قلم وورقه او كراسه او الكتاب، وهنحل سوا اسئله. ممكن تاخدوها سكرين وبعدين تطبعوها وتحلوها تاني او تكتبوها وتحلوها تاني. بس في الاول هنرجع تاني نراجع على شرح الدروس كده في مراجعه سريعه، وممكن سؤال واجابه اهم الاحداث كده. تمام، يلا بينا نبتدي. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. خين فران ايم فيوت نيم بشيري نيم بنفم اس اواب انو تينو اوت امين. اول درس عندنا هو رموز السيد المسيح في العهد القديم، واول درس معانا هو المن والصخر. الكتاب المقدس بعهدي زي ما احنا اتفقنا ذكر رموز عن السيد المسيح واتحققت في العهد الجديد. تمام، عندنا في برية سين او برية سينا في فترة 45 يوم من خروج شعب اسرائيل، موسى وهارون اخدوا شعب بني اسرائيل لارض الموعد، وفي الطريق الشعب ده جاع وكاد ان هو يهلك من الجوع. ظهر لهم ربنا وكلمهم، اتحقق كلام ربنا، ارسل لهم السلوى وده طائر صغير الحجم شبه السمان، وسقط عليهم المن وهو عبارة عن بذور بيضة طعمها زي رقاق بعسل. اكل الشعب المن والسلوى، كان المن بينزل الصبح والسلوى تنزل في المساء لمدة 40 سنة. المن رمز وإشارة للرب يسوع، المن لونه أبيض ده رمز النقاء والقداسة. أكل المن أنقذ الشعب من الموت. وبعدين ارتحل موسى بالشعب لحتة اسمها رفيديم، ربنا ما تركهمش وضرب هناك موسى الصخرة بعصاه وشرب الشعب ونجا من الموت لأنهم كانوا هيموتوا من العطش. الصخرة رمز الرب يسوع، ضرب الصخرة وارتواء الشعب ده رمز للصليب. هناخد كمان رمز السيد المسيح في العهد القديم في حرب عمليق. تمام، رحلة شعب بني اسرائيل في ارض سينا، القصة منهم شعب عمليق هم احفاد عيسو اخو يعقوب، كانوا عايزين ايه؟ عايزين يحاربوا شعب بني اسرائيل في برية رفيديم بالقرب من سينا. رد فعل شعب بني اسرائيل ايه؟ كان خايفين جدا. ليه خافوا؟ علشان الشعب محاربش وعمره ما مسك سلاح قبل كده. طبعا ربنا حارب عن شعب بني اسرائيل ضد فرعون لما خرجوا من مصر، وموسى قال ليشوع ان هو ينتخب رجال عشان يحاربوا عمليق، لانهم رجال اقوياء بيحاربوا كويس. فموسى عمل ايه؟ وقف على راس التله وعصى ربنا في ايده. اللي حصل خرج شعب بني اسرائيل مع يشوع عشان يحاربوا عمليق. بعدين موسى طلع ليه راس التله هو اخوه هارون وحور ابن هارون عشان يشوفوا ساحه الحرب يراقبوها. اللي حصل فوق، بدأت الحرب بين شعب بني اسرائيل وعماليق، وكانت عماليق طبعا متقدمه عليه. موسى عمل ايه؟ رفع ايده بالصلاه فوق التل. بعد صلاه موسى اللي حصل؟ رغم ضعف الشعب وعدم خبرته لكنه تقدم وغلب وانتصر على العماليق. اللي حصل؟ موسى ايده بدأت تتعب وهو حب ان هو يريحهم، لكن لما بدأ يريحهم الشعب بدأ ايه؟ يهلك وبدأ يخسر. فاللي حصل بدأوا بدأ هارون وابنه يرفعوا ايديه كده فوق عشان تبقى ايده كده شبه الصليب، وكل ما كان يرفع ايده كل ما كان الشعب يغلب، كل ما كان ينزل ايده كان اللي بيحصل ايده لما كان بينزل ايده كان الشعب بيخسر. عشان كده هارون وحور فضلوا ماسكين ايده واحد من اليمين وواحد من الشمال وسندين دراعه لحد غروب الشمس، لحد ما يشوع انتصر مع شعب اسرائيل على عماليق. نيجي للرموز بتاعه القصه. القصه فيها 4 شخصيات: موسى وهارون وحور ابن هارون ويشوع اللي هو حارب مع شعب بني اسرائيل ضد عماليق. عماليق ده رمز لقوه الشيطان وقوه الشر اللي بتحاربه. صلاة موسى وزراعه المرفوعة فوق التل تشبه صورة المسيح ايه؟ مخلصنا على الصليب وانتصارنا على قوة شر العالم بقوة الصليب. تمام، بسبب عمل الرب يسوع ايه وسبيحة الصليب بتاعته. تعالوا نشوف الدرس الثالث.
الرب يسوع محقق النبوات برضو مع يوحنا المعمدان اللي مهد الطريق للسيد المسيح. عارفين بشارة الملاك جبرائيل لزكريا الشيخ وإليصابات مراته لما الملاك ظهر لزكريا وزكريا كان في الهيكل وبشره، لكن هو ما صدقش ففضل صامت. يوحنا المعمدان يتقدم أمامه بروح إيليا وقوته لكي يهيئ للرب شعبا مستعد. ده كانت رسالة يوحنا اللي هو ايه، يهيئ للرب يسوع طريقه. ايه هو غرض رسالة يوحنا المعمدان؟ هي تمهيد طريق للرب يسوع. فين عاش يوحنا؟ عاش في البرية، كان بيلبس ايه؟ وبر الابل او الجمال، وجلد حول وسطه حقوية، يعني حزام كده. ماذا كان يأكل؟ كان بيأكل الجراد والعسل البري. امتى ابتدأ يوحنا ينادي على الجمعة وبيبشر؟ كان في عمر 30 سنة. وقف فين عشان يبشر يوحنا؟ على ضفة نهر الأردن في برية اليهودية. كان بينادي يوحنا ايه؟ يقول توبوا لأنه اقترب ملكوت السماوات. طيب رد فعل اليهود لكلام يوحنا كان ايه؟ جم حواليه وبدأوا يسألوه هل انت المسيح ولا ننتظر حد تاني؟ فاليهود كان ايه اعتقادهم؟ انه كان بيفكروا ان يوحنا هو المسيح المنتظر حسب نبوات العهد القديم. كانت معمودية للتوبة مش معمودية وفران خطأ، تمام؟ فكان رد فعل اليهود ايه؟ خرجوا من المية فرحانين. دي كانت معمودية توبة، يبقى يوحنا معموديته كانت معمودية توبة، اما المسيح معمودية لمغفرة الخطأ. يعني خلي بالنا من الفرق بين المعموديتين، يوحنا كان بيعمد بالميه بس، اما المسيح فاوسط تلاميذه وكانوا بيعمدوا بالماء والروح، تمام؟ يبقى معموديه يوحنا تاني بالتوبه، معموديه المسيح لغفران الخطايا. ايه اللي كان بيحصل بعد ما يوحنا يعمد الناس؟ كان بيبعتوا اليهود من اورشليم كهنه ولويين ويسالوا هل انت المسيح ولا ننتظر اخر؟ هل انت ايليا ولا نبي تاني؟ فكان يوحنا يقول ايه عن نفسه؟ انا صوت صارخ في البرية، اعدوا طريق الرب، انا اعمد بماء لكن يأتي بعدي من هو اعظم مني الذي لست استحق ان احل سيور حذاء، هو عمدكم بالروح القدس وماء بالروح القدس وماء. ماذا قال يوحنا عندما رأى الرب يسوع مقبلا اليه؟ قال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يبقى يوحنا شهد عن الرب يسوع، وانا قد رأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله. تعالوا نراجع على الدرس الرابع اللي هي الفتية الثلاثة. المكان فين؟ كان في بلاد بابل، الزمن سنة 600 قبل الميلاد. القصة نبوخذنصر اللي هو ملك بابل كان عايش في بابل وهجم على جيش اليهودية في مدينة يهوذا في ارض اليهودية وسبى شعب كتير من هناك واخدهم اسرى. من اللي كان في الأسر كان دانيال ومعاه ثلاث فتية، هما حنانيا وعزاريا وميسائيل. الملك كان بيعبد مين؟ كان بيعبد آلهة الكلدانيين. دانيال والثلاث فتية كانوا بيعبدوا مين؟ كانوا بيعبدوا الله الواحد. طب الملك عمل ايه؟ قام غير اسماء ثلاث فتية لشادرخ وميشخ وعبدناو على اسماء آلهة بتاعت الكلدانيين، وامر الملك بايه؟ انه يعملوا تمثال عظيم من الذهب طوله 60 ذراع وعرضه 6 اذرع عشان يعبدوه الناس. طب من الشعب ايه؟ ان هم يسجدوا للتمثال. طيب بعد كده عمل ايه نبوخذنصر؟ عمل احتفال كبير، امر الشعب والوزراء وكل رجال المملكة ان هم يسجدوا للتمثال. العقاب اللي مش هيسجد هيترمي في اتون النار. طيب الوصية اللي كان بيحفظها داود دانيال والفتية الثلاثة كانت ايه؟ لا تصنع لك تمثالا منحوتا، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لا يكون لك آلهة اخرى امام. طيب ايه اللي حصل بعد عزف الموسيقى؟ كان كل الناس تسجد لمين؟ لتمثال الملك. لكن مين اللي ما سجدش؟ الفتية الثلاثة. فرجال الملك راحوا اخبروه ان الفتية الثلاثة ما سجدوش. كان رد فعله ايه؟ جاب التلات فتية قدامه وسألهم ليه ما سجدتوش. التلات فتية ما خافوش، وكان ردهم على الملك احنا الهنا واحد هو اللي هينجينا من ايدك. رد الملك طبعا ان هو غضب
وطلب من رجاله ان هم يحموا الاتون 7 اضعاف، ورموا ال3 فتية في اتون النار. لما رموا الفتية الثلاثة في اتون النار، جه السيد المسيح قبل التجسد في وسطهم، وكانوا كان بيتمشى في وسطهم معاهم ونجاهم من اتون النار، ما اتحرقوش ولا لبسهم اتحرق ولا اي حاجة حصلت. فالناس شافت 4 وهم رامين 3 في اتون النار، فراحوا قالوا للملك. الملك شاف ايه؟ شاف 4 رجالة بيتمشوا في وسط الاتون. فلما قرب من باب الاتون وحس بلهيب النار، نادى على الفتية الثلاثة وقال لهم اخرجوا. فالملك قال لهم ايه بقى بعد ما خرجوا؟ تبارك اله شدرخ وميشخ وعبدناهو الذي ارسل ملاكه وانقذ عبيده، حقا ليس اله اخر يستطيع ان ينجي مثلما فعل الهكم. تمام، يعني مفيش اله زي الههم يقدر ينجي. تعالوا نبدأ بقى نحل اسئلة سوا ونراجع على الدروس. الآية: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، من يؤمن بي فلا يعطش أبدا. مهم الآيات نراجع عليه. إسحاق أصعدوا إلى جبل المرايا. إخوة يوسف باعوه بكم من الفضة؟ 20 من الفضة. حمل حطب المحرقة، طبعا هو إسحاق، أمضى في السجن وقته هو كان يوسف. إسحاق ربطه على الصخر ولا المذبح ولا الجبل في المذبح. اذكر ما هو الطعام الذي نزل من السماء. عندنا المن اللي هو الرقاق بالعسل، والسلوى اللي هي طائر صغير اللي هو شبه السنية. تمام، طيب السؤال اللي بعد كده: ما هي اذكر ما هي الشخصيات اللي بترمز للسيد المسيح في العهد القديم؟ عندنا طبعا اسحاق اللي احنا لسه قايلينه، تمام، بيرمز ل السيد المسيح. عندنا يوسف بيرمز برضو للسيد المسيح. اي عندنا داود الملك بيرمز للسيد المسيح. تمام، كل دول شخصيات بترمز للسيد المسيح. نشوف الآية اللي بعد كده: وكان إذا رفع موسى يدي أنا إسرائيل يغلب، وإذا خفض يدي إن عمليك يغلب. خروج إصحاح 17 آية 11. تمام، طيب نعمل صح أو خطأ. وقف موسى على رأس التلة ومعه عكاز. غلط، هو وقف على رأس التلة ومعه عصاية اللي كسر بيها الصخرة وخرجت منها مية، وكان معاه كمان مين؟ هارون وحور، تمام، ابن أخوه. خرج شعب بني إسرائيل بقيادة يشوع لوجه عمليك، صح. مد موسى ذراعه على وسعهم المبسوطين كصليب يسوع المسيح، صح. كان عمليك رمز القوة الخير، لا طبعا كان رمز القوة الشر. رمز التجسد في العهد الجديد العليقه، صح. اذكر ما هي رموز الصليب في العهد القديم. عندنا طبعا الخشب اللي حمله اسحاق. عندنا كمان الحية النحاسية رمز للصليب، تمام. عندنا كمان العصا دي برضو اللي مسكها موسى وخبطها على الصخرة، دي رمز للصليب، تمام. رفع ايدين موسى في حرب عمليك على مثال الصليب، تمام. طب ايه هي رموز القيامة في العهد القديم؟ عندنا طبعا اسحاق لما رجع حي، ده رمز للقيامة. عندنا يونان لما خرج من بطن الحوت بعد 3 ايام، برضه ده رمز للقيامة، تمام. اذكر من الذي صعد رأس التلة. عندنا موسى وهارون وحور ابن هارون. اذكر من الذي صعد على الجبل في العهد الجديد. عندنا المسيح صعد على الجبل في التجربة، تمام.
طيب نقرأ الآية اللي بعد كده. هوذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. يوحنا إصحاح 1 تمام آية 29. بشر الملاك زكريا الكاهن، ملاك جبرائيل طبعا، زوجة زكريا الكاهن إليصابوت تمام، لقب يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء، كان يوحنا المعمدان رداء ومان وبر الإبل وبر الجمل يعني تمام. بعد كده عمد يوحنا المعمدان المسيح في نهر بالأردن. اذكر ماذا شهد يسوع يوحنا المعمدان لسيد المسيح. شهد ان هو حمل الله الذي يرفع خطيه العالم. قارن بين معموديه يوحنا المعمدان ومعموديه المسيح. انا قلتها لكم في الاول، معموديه يوحنا بالماء فقط، معموديه المسيح بالماء والروح القدس والنار. معموديه يوحنا للتوبه، معموديه المسيح لمغفره الخطايا. نرى الآية، تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. يشوع إصحاح 1 آية 9. نيجي لسؤال التوصيل. ملك بابل على مدينة يهوذا، هو اللي هجم على مدينة يهوذا ونبوخذ نصر. الفتية الثلاثة هما مين؟ حنانيا وعزاريا وميسائيل. كان شعب بابل يعبد التمثال الذهب. دانيال والفتية الثلاثة كانوا بيعبدوا الله. سر شجاعة الفتية الثلاثة كان ايه؟ الايمان بالرب يسوع. ليه غضب الملك على شدرخ وميشاك وعبدناغو؟ لانهم لم يسجدوا للتمثال الذهب. اذكر امر الملك لمدينة بابل كلها انهم ما يسجدوا للتمثال الذهب عند سماع صوت الموسيقى، والعقوبة هو الالقاء في اتون النار. ده عقوبة عدم الطاعة، الالقاء في أتون النار. أذكر آية تدل على الشجاعة، تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. يشوع 1 آية 9. ماذا رأى الملك في أتون النار مع الفتية الثلاثة؟ رأى شبيه ابن الإله، ابن الإله، رأى شبيه ابن الإله. نيجي لسؤال أكمل. العهد القديم مليء بالرموز والنبوات اللي بتخبرنا بمجيء السيد المسيح. نمرة 2، الرموز اللي بتشير للمسيح في العهد القديم بتنقسم الى قصص وشخصيات ورموز. ارسل الله المن والسلوى لشعب اسرائيل ليكون لهم طعاما في المساء والصباح. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحال الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمه. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمه. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات وصعد الى السماوات ارحمه. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ولا دهر الدهور امين. ظل شعب بني اسرائيل في برية سينا لمدة كام؟ 40 سنة. دخل يشوع أرض الموعد مع شعب بني إسرائيل. أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، من يؤمن بي فلا يموت أبدا. نيجي لسؤال، اختار من بين الأقواس. سقط من السماء وأكله شعب إسرائيل فأنقذهم من الموت، طبعا إيه؟ المن. ضرب مين الصخرة بعصاه؟ موسى. صعد إسحاق مع أبي إبراهيم لجبل المرايا. باع إخواته بعشرين الفضة يوسف. سامح إبراهيم ولا موسى ويوسف إخواته؟ طبعا جامع سامح المسيح اليهود يبقى يوسف. ظل شعب إسرائيل في برية سينا لمدة 40 سنة. طائر إيه اللي بيشبه صغار الحمام وكان يأتي كل يوم في المساء؟ طائر إيه؟ السلوى. موسى السيد المسيح هارون هو محور الكتاب المقدس المسيح طبعا. ضرب موسى الصخرة بالعصا فانفجر نبع ماء. من القائل ولمن قيلت؟ ليتنا متنا في أرض مصر، ليتنا نرجع إليها. طبعا اللي قالها شعب بني إسرائيل لموسى في تذمر.
في العشية تأكلون لحما وفي الصباح تشبعون خبزا وتعلمون أننا الرب إلهكم. ده اللي قالها ربنا الله لشعب بني إسرائيل. القدوس المولود منك يدعى ابن الله. طبعا ده الملاك جبرائيل لماما العذراء. مين أنا؟ خلصت شعب إسرائيل من عبودية فرعون زي ما خلص المسيح البشرية من عبودية إبليس. طبعا ده مين؟ موسى. أدخلت شعب بني إسرائيل أرض الموعد مثلما أدخل المسيح شعبه. ده يشوع. ملكت على مدينة أورشليم مثل سيد المسيح على قلوب الذين يؤمنون باسمه. طبعا ده داود. بنيت للرب هيكل مقدس مثل السيد المسيح. ده سليمان النبي. حسدني أخي وقتلني مثل ما حسد اليهود سيد المسيح. طبعا ده هابيل. رش دمي على الأبواب وخلصوا من الملاك المهلك زي دم المسيح مخلص العالم. ده طبعا الحمل أو خروف الفصح. كنت عصا وأزهرد مثل ولادة المسيح من عذراء اللي هي عصا هارون. يصل بين السماء والأرض وإشارة لنزول المسيح للسماء سلم يعقوب. كان لوني أبيض رمز النقاء. طبعا ده المن. وطعم حلو زي العسل يبقى المن. أجيب عما يأتي. ماذا كان يأكل شعب بني إسرائيل في برية سينا؟ سهلة بقى، هي إيه؟ المن والسلو. ما هي المدن مدة اللي قضاها شعب بني إسرائيل في برية سينا؟ طبعا 40 سنة. ليه اتذمر شعب بني إسرائيل؟ علشان كانوا جعانين وافتقدوا الأكل اللي كان في مصر. وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. شعب عماليق أحفاد عيسو أخو يعقوب. شعب بني إسرائيل لم يحملوا سلاح من قبل. انتخب يشوع رجالا ليحاربوا عماليق. صعد موسى وهارون أخوه وحور ابن هارون. عماليق رمز لقوة الشر اللي بتحاربنا. هلوم. السؤال اللي بعد كده. يرمز يونان في بطن الحوت الى يسوع في القبر في القبر 3 ايام. صح. العلية اللي شهدها موسى ترمز للتجسد. صح. الحياة النحاسية ترمز لقيامة المسيح. لا، هي ترمز للصليب. شعب عماليق مع احفاد عيسو. صح. شعب عماليق اجسامهم ضعيفة. غلط. وكسر القامة. لا طبعا غلط. خاف بني اسرائيل من عماليق لانهم لم يحملوا سلاح. صح. تغلب شعب بني اسرائيل على فرعون بقوته. غلط، بقوة ربنا. طلب موسى من يشوع ان يختار رجال ليحاربوا عماليق. صح. نمرة 9. وقف موسى على جبل الزيتون وبيده عصا. طبعا ايه؟ وغلط. انتصر شعب عماليق في شعب على شعب بني اسرائيل. غلط. رفع موسى يديه على راس التلة وكان معه هارون اخوه وحور ابن هارون. صح. تعب موسى فانزل يديه فانتصر الشعب. غلط. لما كان بينزل ايده الشعب بيخسر. رفع موسى ايده حتى غروب الشمس يشبه رفع المسيح يديه على الصليب ويده ممدودة على الصليب. صح. صعد موسى على راس التلة رمز لصعود المسيح على جبل جلجس. وقف موسى على راس التلة ومعاه عصا الله. انتصر الشعب عماليق بصلاة موسى وقيادة يشوع. العلية ترمز ليه التجسد. خروف يونان رمز القيامة. خروف الفصح رمز الصليب. موسى رفع يديه على شكل صليب من رموز التجسد. ايه؟ المن. تمام. من رموز الصليب حرب عماليق. من رموز القيامة عودة إسحاق حيا. نوح وقت الطوفان بيرمز لي كنيسة. يرمز يونان في بطن الحوت لي الدفن. ما هي رموز الصليب في العهد القديم؟ عندنا الحياة النحاسية، عندنا العصا عصا موسى، عندنا كمان رفع موسى ايده على التلة في حرب عماليق. تمام. مين اللي صعد على راس التلة؟ عندنا ده موسى وهارون وابنه ابن هارون حور. مين اللي صعد على جبل الجلجثة؟ عندنا المسيح. ما الذي حدث عندما أنزل موسى يديه؟ كان شعب بني إسرائيل بيخسر.
نيجي لسؤال التوصيل من رموز المعمودية في العهد القديم. عندنا نعمان السورياني: من اللي تنبأوا بمجيء السيد المسيح ملاخي وهوشع ويوئيل وأرمية، كل أقنوم من الأقانيم التلاتة له عمله الخاص. أقنوم الابن مساوي لأقنوم الآب والروح القدس في الجوهر. تحققت النبوات فيه هو الرب يسوع. هنقارن بين المعمودية تاني، احنا عرفناها بقى اللي هي معمودية المسيح ايه. السؤال ده بيتكرر كتير عشان هو مهم. معمودية المسيح، معمودية غفران الخطايا، معمودية يوحنا، معمودية التوبة، معمودية يوحنا بالماء فقط، اما معمودية المسيح بالماء والروح. تمام. طيب ماذا شهد يوحنا المعمدان؟ ان هو ايه؟ حمل الله الذي يرفع خطية العالم. رسالة يوحنا المعمدان هي تمهيد الطريق للسيد المسيح. اسم والدة ووالد يوحنا المعمدان زكريا وإليصابات. اسم النهر اللي بيقف فيه يوحنا المعمدان نهر الأردن. امتى يوحنا المعمدان بدأ خدمته؟ وهو عنده 30 سنة. كان بيلبس ايه؟ وبر الإبل ومنطقة على حقويه، وياكل عسل وجراد بري. تشدد وتشجع. نيجي لسؤال أكمل. تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. قدم نبوخذ نصر ملك بابل حربا على مدينة يهوذا في أرض اليهودية. أسر الملك دانيال ومعه ثلاثة فتية، هم شدرخ وميشخ وعبدناغو أو حنانيا وعزريا وميسائيل. قال الملك: من لا يسجد سيلقى فيه أتون النار. لا تصنع لك تمثالا منحوتا، لا تسجد لهم ولا تعبدهم، لا يكن لك آلهة أخرى. أمين. أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت لكل كلمات فمي أمام الملائكة ورتل لك قدام هيكلك المقدس. طيب السؤال اللي بعد كده صح وغلط. لا يذكر الكتاب المقدس أي موقف عن شجاعة الآباء والقديسين. طبعا ده غلط. يجب أن أكون شجاعا وأنا أثق بالله ووعوده. صح. قام الملك نبوخذ نصر بتغيير أسماء الفتية التلاتة. صح. يجب أن أشهد للرب يسوع بتصرفاتي وسلوكياتي. صح. يجب أن أدافع عن الحق بلطف ولا أستخدم العنف ولو بكلمة. صح. لا أنكر إيماني بيسوع ولا بالكلام ولا بالسلوك. صح. كان الملك نبوخذ نصر يعبد الإله الواحد؟ لا. أمر الملك كل شعب أن يسجدوا لتمثال الذهب بعد سماع صوت الموسيقى؟ صح. سجد الفتية الثلاثة لتمثال مصنوع من الذهب؟ لا. خاف الفتية الثلاثة من رميهم في أتون النار؟ لا. يجب أن أدافع عن الحق بعنف؟ لا طبعا. خاف الملك نبوخذ نصر من الفتية الثلاثة ولم يلقيهم في أتون النار؟ لا، رميهم طبعا، وبعد كده شاف معجزة ربنا معاهم. من قائل والمن قيلت؟ لا تصنع لك تمثالا منحوتا، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. دي طبعا الوصية بتاعت الله في لوحي الشريعة لشعب بني إسرائيل. لا تعبدون آلهتي ولم تسجدوا للتمثال الذي صنعته، اسجدوا في الحل ولا فستلقون في الأتون. ده طبعا اللي قالها نبوخذ نصر للفتية الثلاثة. يا نبوخذ نصر، إلهنا الواحد الذي نعبده ينجينا من يدك. ده اللي قالها حنانيا وعزاريا وميسائيل لنبوخذ نصر. يا شدرخ وميشخ، يا عبد الله العلي، اخرجوا تعالوا. ده اللي قالها نبوخذ للفتية الثلاثة. تبارك إله شدرخ وميشخ وعبد الناغو. ده اللي قالها نبوخذ نصر للفتية الثلاثة. نصحح الكلمة الخطأ. أسر الملك نبوخذ نصر آلاف من شعب يهوذا، من بينهم حنانيا وعزاريا وشدرخ، حنانيا وعزاريا وميسائيل. نصلحها هنا. نشهد ان الرب يسوع تألم وكبر من بين إقامة ومن بين الأموات في يوم الرابع لا التالت طبعا. تمام. قال دانيال نبوخذ نصر: رب إلهنا الواحد الذي نعبده ينجينا من يدك. لا، الفتية الثلاثة اللي قالوا الكلام ده. سر سرعتنا هو الإيمان بالرب يسوع. لا، سر قوتنا. رأى نبوخذ نصر خمسة رجال، أربعة رجال مش خمس، كان نار الأتون محماة سبعة أضعاف. أمر الملك أن يصنع تمثال من الفضة لا من الذهب. الشخص الرابع اللي وجد في الأتون هو يشبه ابن الله. ماذا رأى الملك في أتون النار؟
ما يشبه ايه؟ ابن الاله، ابن الاله او ابن الله، هو سيد المسيح يعني قبل التجسد. ماذا كان يعبد الملك نبوخذ نصر؟ كان بيعبد آلهة الكلدانيين، أسماء الفتية التلاتة حنانيا وعزريا وميسائيل، وتغير لشادراك وميشاخ وعبدناغو. أمر الملك الشعب بإيه؟ أمر الملك إن هما يعبدوا تمثال الذهب. إيه اللي عملوا الفتية التلاتة بعد سماع أمر الملك؟ طبعا ما سجدوش للتمثال الذهب وتمسكوا بربنا. تعالوا نصحح، نعمل صح أول. الرب يسوع هو الأساس اللي قام عليه الكتاب المقدس بعدين، صح. العهد القديم لا يوجد به رموز أو إشارات، غلط. عن السيد المسيح، قاد موسى وهارون شعب بني إسرائيل في بريد سينا، صح. كانت إعداد شعب بني إسرائيل وقت عبورهم البحر الأحمر 7 مليون نسمة، لا غلط. هلك شعب في برية لأنهم لم يجدوا طعام ولا شراب. طبعا ديت ايه؟ غلط. ظهر الله للشعب بمجد عظيم في السماء وأعطاهم لحما وخبزا، أعطاهم ايه؟ من وسلو، دي غلط. أرسل الله للشعب المن في المساء والسلوى في الصباح، غلط. العكس، المن في الصباح والسلوى في المساء. ظل الله يطعم شعبه في البرية لمدة 66 سنة، 40 سنة، طبعا دي غلط. المن بذور بيضة طعمها زراء بعسل، صح. ظل الله يطعم شعبه في كل مكان يذهبون فيه لمدة 40 سنة، صح. موسى النبي ضرب صخرة حوريب اللي بإيده حول بيها مية النيل، لا، قال لي بيها فتح البحر الأحمر، اتقسم فيه لنصين. كما حمل اليونان حطب المحرقة، كذا حمل السيد المسيح خشب الصليب، صح. رموز في العهد القديم، شخصيات وأحداث وأشياء، صح. العهد القديم مليء بالرموز والنبوات اللي بتخبرنا عن السيد المسيح، صح. كما بيع يوسف 20 من الفضة، بيع المسيح 30 من الفضة، صح. المنة النازل من السماء هو رمز وإشارة الرب يسوع على الصليب، صح. المن النازل من السماء هو رمز وإشارة الرب يسوع على الصليب، لا، ورمز للتجسد اللي هو الخبز الحي النازل من السماء. المن النازل من السماء إشارة إلى السيد المسيح. لون المن أبيض يرمز للنقاء، من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد. مين أنا؟ ضربني موسى بالعصا فأخرج دماء، فأخرجت دماء وشرب الشعب وفرح الصخرة، تمام. طيب، في المساء كان الشعب يأكلني وأنا شبه حمامة صغيرة، طبعا ده السلو. أنا هو الأساس الذي قام عليه كتابنا المقدس المسيح. أنا وأخي قدنا شعب الله في بريد سينا، موسى وهارون. طعم كركوك بعسل، يبقى المن. أنا منطقة لم يكن بي ماء وكان الشعب وقتها يكاد أن يهلك، تي في رفيديم. كانت حرب عمليك، ده سؤال اختياري. كانت حرب عمليك وشعب البرية في برية، رافدين. شعب عمليك مع أحفاد عيسو. شعب عمليك كانوا طوال وقاموا وأجسامهم ضخمة. صعد لرأس التلة وعصى الله في يده، هو مين؟ موسى. خرج الشعب بقيادة يشوع يواجه عماليق. رفع موسى يده أثناء الحرب على شكل صليب. عندما كان ينزل موسى كان عماليق يغلب. كان عماليق رمز القوة الشر. وقف موسى على رأس التلة ومعاه عصا الله. صعد موسى على رأس التلة رمز لصعود المسيح على جبل جلجسة. هنوصل. حدثت حرب عماليق في برية رفيديم. كان شعب عماليق طوال القامة وأجسامهم ضخمة. رفع موسى يديه أثناء الحرب على شكل صليب. كانت رحلة الشعب في أرض سينا. شعب عماليق أحفاد أو برية سين، تمام. كان شعب عماليق أحفاد عيسو. كان شعب عماليق طوال القامة. كان عماليق يرمز لقوة الشر. كان موسى يصلي أثناء الحرب وكان يشوع يقود الحرب.
كان إن رفع موسى يديه أن إسرائيل يغلب، وإن خفض يده عمليك يغلب. العلية ترمز لي التجسد. خرج يونان من بطن الحوت يرمز لي القيامة. ايه هي تاني رسالة يوحنا المعمدان؟ هي تمهيد الطريق للسيد المسيح. اسم والده ووالدته هو زكريا وإليصابات. اسم النهر نهر الأردن. سنه لما بدأ الخدمة 30. كان لبسه ايه؟ وبر الإبل ومنطقة عن تحقويه. كان بياكل ايه؟ براد وعسل بري. من قائل العبارة لا استحق ان احل سيور حذائه هو سيعمدكم بالروح القدس؟ طبعا اللي قال دي هو يوحنا المعمدان. قاد هيرودس ملك بابل غارة على مدينة يهوذا وسبع عديد من شعبها. غلط طبعا. مين هو؟ نبوخذ نصر. كان من بين الذين سباهم الملك ابراهيم ودانيال واسحاق. غلط. حنانيا وعزريا وميسائيل. كان الملك نبوخذ نصر يعبد آلهة الكلدانيين. صح. أمر الملك بصنع تمثال عظيم من الخشب طوله 60 ذراعا. صح. أمر الملك لجميع الشعب بالسجود للتمثال اللي نصبه. صح. أعطى الملك أسماء الفتية الثلاثة على أسماء آلهة وثنية. صح. أسماء الفتية الثلاثة الجديدة شدرخ وميشخ وعبدناغو. صح. عزفت الموسيقى أمام التمثال فسجد الفتية الثلاثة. غلط. ألقى الملك الفتية الثلاثة في جب الأسود. غلط. في أتون النار. وجد الملك 6 رجال في الأتون. غلط. 4. لم تصب النار الفتية ولم تؤثر فيهم بأي شيء. صح. أمر الملك نبوخذ نصر آمن بإله الفتية الثلاثة شدرخ وميشخ وعبدناغو. صح. نشهد أن الرب يسوع تألم وقبر وقام من بين الأموات في يوم الثالث. صح. الكتاب المقدس مليء بقصص الآباء والقديسين الشجعان. صح. يعلمنا كتابنا المقدس بقصصه ومواقفه أن لا نخاف شيئا. صح. يجب أن أشهد إلى الله من خلال تصرفاتي وسلوكياتي. صح. سر شجاعتنا هو الإيمان بالرب يسوع. صح. الشخص الرابع اللي وجد في الأتون يشبه الملائكة هو كلمة. فبالشخص الرابع اللي وجد في الأتون يشبه ابن الآله أو ابن الإله. تمام. ابن الإله. ألقى الملك الفتية الثلاثة في البحر. لا، في الأتون. أمر بيلاطس الشعب بالسجود للتمثال. لا، نبوخذ نصر. خاف الفتية الثلاثة؟ لم يخاف الفتية الثلاثة. يجب أن أدافع عن الحق بعنف؟ لا، بلطف. رأى الملك نبوخذ نصر 10 رجال؟ لا، 4 رجال. قال دانيال لنبوخذ نصر إله أن ينجينا من الموت؟ لا، الفتية الثلاثة. أسر الملك 3 فتية حنانيا وعزريا وميسا إيل. نبوخذ نصر ملك بابل. نشهد أن الرب يسوع تألم وكبر وقام في اليوم الثالث. نشهد أن الرب يسوع سوف يأتي في مجده لدين الأحياء والأموات. كان نار الأتون محماة 7 أضعاف عقابا للفتية. دي كانت مراجعة على دروس المحور الأول لاختبار شهر أكتوبر. ربنا معاكم. كونوا معافين في الرب. وجاي خانة بتشويس.